قمنا في العمل المباشر مع أبناء الشعب العراقي، مع أهلنا ومناطق مختلفة مثل الكاظمية والعظمية، ونجحنا في الكفاح والفضل، والآن نعمل مع الكاظمية والعظمية، والتقينا مع الكثيرين من شخصيات مدينة الصدر والدورة ومناطق أخرى. في بعض المناطق حققت نجاح كبير، والمناطق الأخرى مستمرين بالعمل مع أشخاص أو شخصيات أو عقلاء المناطق. وجدنا أن كثير من المشاكل تشمل أبناء العراق من شماله إلى جنوبه، وهنالك خلط بالأوراق، وهنالك تصدي من أبناء الشعب العراقي أمام هذه الأجندة الخطرة اللي يحاولون أن يخترقون بها مجتمعنا بخرق فتنة الطائفية لجر العراق إلى حرب أهلية واسعة. وكان يعني حقيقة ارتاحنا من شفنا أبناء الشعب العراقي من كافة الطوائف والأعراق عندهم تصور على ما يجري، هو شأن ليست بشأن عراقي بل هو شأن خارجي يحاولون الدس به.